شين تطلع انت كف. تعرف مع الاول كيحبوا يديروا حمله الايدي نظيفه، نعم. كيحبوا في 2013 دخلوا مليون واحد للحبس، مليون على جالو شنو كانوا مفسدين في الاداره. وبعد قال لك ما خرجتش علينا، دخلنا مليون واحد للحبس. نعم. ماشي هذا هو الحل. الحبس ماشي هو الحل. صحيح. واش هو الحل؟ نخدموا مع الانسان، نعطوا له وش الاستثمار في الانسان، كما قال مالك بن نبي في عديد كتاباته، هو الاستثمار في الانسان. هذه الدوله شنو كانت؟ حقاره، كانت تقتل العباد، كانت تقمع طلبه، خرجت لهم الاشاره وقتلات. متحدد خمامها بدا يتفكر. نعم. قال لك احنا لازم نولوا قويين، كيفاش ناكلوا مليون و400؟ نعم. مليار و400. الاستثمار في الانسان هو النقطه الاولى. كيف شنو؟ هاي كيفاش ردوا شنو مناح؟ ولو على بالك شنو لو كان تبيع بمجرم عندك 150 نقطه تطلع ب 150 نقطه. ايماجيني على بالك يولي المجرم يتخبى. اي شغل شتات بكري تعال وشارشي تخلص عليه 200 دولار. درجه المواطنه عندهم كبيره بزاف. باش غير بالتحفيز عطاك لك الحاجه، في عود ما تروح دير رشوه، في عود ما تروح انت تبيع الطلب. وهذه دكتور والمواطن صالح يعطوك لي زافونتاج. ومع ديره دكتور هذه قاعده ربانيه، الترغيب والترهيب عادي، الجنه والنار عادي.